السلام عليكم، كيف عاملين؟ تنتمنى كاملين تكونوا في صحة جيدة. مرحبا بكم مرة أخرى في القناة، وشكرا لكم وشكرا على الدعم ديالكم. مبروك العيد ديالكم، اليوم تاني عيد مبروك، والله يدخلوا عليكم الصحة والسلامة، وتنتمنى تكونوا دوزتوه بخير وعلى خير، وخا تيكون شوية ديال العيام، من الحمد لله تيدوز في أحسن الأحوال، والطعم ديالو مغاير سبحان الله. مرحبا بكم مره اخرى في القناه، ولا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي ما تبخلوش عليا البنات باللجام ديالكم، باش هكذا الفيديو يوصل للناس اكثر ويستافدوا منه ناس اكثر. ونتمنى من الناس اللي تيشوفوا الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الجرس هكا، باش يبقى فما ان شاء الله نحط شي فيديو يطلع لكم نتوما الاولى. اليوم البنات جيت غنتكلم، تنقول البنات بزاف، تنعتذر من الرجال اللي تيشوفوا القناه ديالي، تنقول البنات بزاف. اليوم هاد غنتكلم لكم على قبل من هاد الشيء البنات، راه ديما تنخلي نمره التليفون ديالي في صندوق الوصف، الا ما خليتهاش مثلا في هاد الفيديو ولا الفيديو اللي من قبل راه غتلقاوها في الفيديو السابقين، زعما اللي دايره من شحال هادي راه ضروري تنخلي لكم نمره التليفون في صندوق الوصف. هكا اللي بغي يسول على شي حاجه، ولا اللي بغي يستشر على شي حاجه، مرحبا والف مرحبا، راه تنجاوب كل شيء، غير تعطلت غير بحكم العمل وبحكم راكم عارفين الحياه اليوميه، هذاك الشيء علاش تنتعطل. اما راه اغلبيه تنجاوبوا، يعني تنقرا الميساج راه تنجاوبكم، وبعض المرات راه تتفوت جوج الليل وحده الليل والتليفون تيصوني وتنجاوب، يعني ماشي ما تنبغيش نجاوب، ولكن بحال واحد اخت تقلقات مني، ما عرفتهاش واش باقا تشوف القناه ديالي ولا لا، صيفطت لي ميساج تعطلت عليها ساعه ما جاوبتهاش، ما خلاتليش متكبره، وعلاش اختي غنتكبر عليك؟ راه غير الخدمه، هذاك الشيء راه الخدمه، ما هزيتش تليفوني، راه ماشي بالضروره غنبقاو شادين التليفون النهار كامل، راه ما هزيتش تليفوني، هذاك الشيء علاش ما جاوبتكش. ماشي ما علينا البنات، ماشي مشكل. اللي بغيت نقول لكم البنات، اليوم غنتكلم على مادي كاسول. هاد البوماده قالوا لي بزاف الاخوات تكلمي لنا عليها، وانا اضطريت نتكلم عليها حيت تقريبا اغلبيتنا تنعرفوا علاش تتصلح، قليل اللي ما تعرفش مادي كاسول علاش تتصلح. يعني من شحال هادي ما بغيتش ندير عليها فيديو لانها تقريبا كلنا تنعرفوها، ولكن اضطريت انني ندير عليها فيديو لان وحده قالت لي غنديرها في الصباح وفي العشيه، وقالت لي واش زوينه صافي، وانا نقول ما يمكنش، يعني خصني ندير فيديو عليها حيت ما يمكنش ان اخت غديرها في الصباح وفي العشيه. وسولتها ساره الا كان ممكن ديري كومونتير في الفيديو باش الناس يعرفوا شكون انتيا، وسولتها قلت لها واش تديري ليكرون، واش عندك ليكرون؟ قالت لي لا، سالات لي، قلت لها واش شريتي ليكرون؟ عاد زعما شريتي الواقي الشمسي ديالك؟ قالت لي يلا غنشريه، ولكن وجهي راه مرحب وبر ما يمكنليش، غنديرها في الصباح وفي العشيه باش تكون النتيجه قويه. قلت لها صافي زكاي، قلت لها ما ديري حتى شي حاجه، انا غندير فيديو، وتنعتذر تعطلت عليك واقيلا شي اسبوع لانني كنت غنديرو السيمانه اللي فاتت. البنات مادي كاسول زوينه، من البومادات اللي زوينين واللي يمكن لينا نستعملهم بزاف د الحوايج، دايره بحالها بحال اوريو ميسين بوماده الصفراء، وما كاينش منا اللي ما تعرفش البوماده الصفراء هذه، دايره بحالها، تصلح لينا الحبوب ديال الوجه، تصلح لينا الحبوب ديال الجسم، تصلح لينا الاثار ديال الحبوب، يعني يمكن لينا نديروها وحنا فينا الحبوب وتكرموا لينا، ويمكن لينا نستعملوها مور الحبه ما تزول وتحيد لنا سيكاتريس ديال هذيك الحبوب، هذه اول حاجه. تنستعملوها الاثار ديال الصدفيه والكزيما، الناس اللي تيكونوا تيعانيوا من مشكل ديال الصدفيه، وتداوى ليهم وتتبقى لهم هذيك السيكاتريس في هذيك البلاصه، تتصلح ليهم حتى هي تتحيدها، خطيره في السيكاتريس اللي كان جديد. تتصلح لنا الجروح، يا في التئام ديال الجروح يا في السيكاتريس ديال الجرح، يعني من تنكونوا يلا مجروحين وباقى الجرحه هكا، راه تيمكن لينا نديروها وتتبري لينا هذيك الجرحه، وميم طون تتحيد لينا سيكاتريس ديال هذيك الجرحه. تيمكن لينا نستعملوها الحروق، اثار الحروق، اعتذر ماشي تحرقنا بالزيت تحرقنا بالماء نديروها، لا الاثار، حتى تنديروا مثلا بيافين تنديروا ميبو، هذيك الحرقه تتبان الجلده تتبدا تبان لكم بحالها ما بقاتش غوزيه ولات بيضه،
وهذيك البيوضيه بحال بدات يتخلط فيها داك شويه ديال داك اللون، عاد يمكن لينا تنديروها تتصلح لينا. كذلك البنات التنيات بعض المرات نكون عندنا هذاك الطياب ما بين التنيات و بحال كيف تنقولوا تيدير لينا شويه ديال الماء، حتى هو كذلك تيمكن لينا نديروها. الناس اللي تيكونوا فاتحين، الناس اللي دايرين عمليات تنديروها مور ما تتبرى لينا هذيك الفتحه باش تحيد لنا هذاك سيكاتريس ديال هذا، يعني جميع اثار ديال الحبوب تتحيدهم جدادين ولا كانوا قدامين شويه ماشي قدامين بزاف. كيف قلت لكم الجروح، الاثار ديال الحروق، الاثار ديال الصدفيه ديال الكزيما، يمكن لينا نديروها اللدغات ديال الحشرات، يمكن لينا نديروها كاين بعض الوليدات تياكلوا الحلاوه بزاف وتتخرج فيهم حبوب وتتخلي لهم لاطخاس في الوجه ديالهم في الرجلين ديالهم، يمكن لينا نستعملوها كذلك. غتقولوا لي يا امينه يمكن لينا نستعملوها هادشي كامل، ولكن علاش قلتي الاخت ما تستعملهاش جوج مرات؟ وانا علاش قلت لها ما تستعملهاش جوج مرات؟ لان البنات هادي ما يمكنش لينا نستعملوها ونخرجوا للشمس، ما يمكنش لينا نديروها ونخرجوا للشمس. هذيك البلاصه اللي درناها ليها تتزرق، ما تتوليوش تداويو، تتوليو تزيدوا في المشكل، تيولي هذاك المشكل تيتفاقم. يعني هي تدار جوج مرات في النهار، اه جوج مرات في النهار في البلايص اللي ما باينينش وما يمكنش لينا نخرجوا حنايا الشمس بيهم مغطين. اما هي كانت باغا ديرها لوجهها وديرها في الصباح وديرها في الليل وتخرج وما عندهاش لاكرون ديالها، ما عندهاش واقي شمسي، يعني راه كارثه كانت غدير في الوجه ديالها. هذاك الشيء علاش قلت لها انا ما ديريش. البنات الحبوب من تيكون كثير عندنا في الوجه ديالنا راه ماشي تنجيو نديروها للوجه ديالنا كامل، لا حاولوا انكم ديروها في غير هذيك البلاصه ديال هذاك الحبوب حتى يكرم، عاد من بعد تنبداو نديرو كميه شويه قليله على هذيك البلاصه باش تحيد لنا هذاك سيكاتريس ديال هذوك الحبوب. يعني هي تدار جوج مرات في النهار ولكن غير في البلايص مغطين، اما الا كانت في الايدين في الوجه مره من الليل لليل، وفي الصباح تنغسلو الوجه ديالنا مزيان وتنديروا واقي الشمسي ديالنا، وكل جوج سوايع نعاودوه، كل جوج سوايع نعاودوه لاننا ديجا دايرينها في الليل باش هذيك البلاصه تبرى لينا وباش هذاك السيكاتريس يحيد وباش اشعه الشمس ما تضرناش. راه ماشي بالضروره اننا من غير الشمس، راه طياب الحال سخون، راه كيف تتشوفوا دابا الحال سخون نتوما في الدار وتتحسوا بالجسم ديالكم بوجه ديالكم تيعرق وبحالتكم سخونه. وكيفاش تخيلوا معايا نتوما دايرين بحال هاد لي بوماد اللي تيحيدوا لي سيكاتريس وتيدير الى ام الجرح وتيديروا اللي يكرموا الحبوب ونخرجوا بهم الشمس؟ راه مستحيل. من اروع البومادات اللي كاينين في الفارماسي، يعني يا البنات راه شي حاجه اللي زوينه بزاف، يعني راه تتساعدكم، راه خاصها تكون في اي دار. انا بالنسبه ليا عندك بيافين وعندك هي ودوليبخال ونورينوميسين خاصهم يكونوا في اي دار متواجدين. تستعملوها بزاف الحوايج كيف قلت لكم، تتعطى كذلك لهذاك الناس اللي تيكون عندهم في المخرج ديالهم هذوك الجروح من بعد، كاينين بزاف تيكون عندهم هذا المشكل، تيعطوها لهم حتى الاطباء باش تلتئم هذاك الجرح اللي تيكون عندهم. يعني هي زوينه بزاف قلت لكم، تستعمل بزاف ديال الحوايج غير الطريقه ديال الاستعمال ديالها اللي خاصها تكون مزيانه وتكون بالطريقه الصحيحه باش هكذا ما تخرجش لينا على الوجه ديالنا. نعاود نقول لكم لاش تصلح، كيف قلت لكم الاثار ديال الحبوب، الحبوب الاثار ديال الكزيما، الاثار ديال الحروق، اللدغات ديال الحشرات، الاثار ديال العمليات، لكل شيء. تنتمنى من الفيديو ديال اليومين الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم باذن الله.